حياكم من جديد مشاهدينا. اليوم العالمي للغة العربية، 18 من ديسمبر من كل عام يكون العرب على موعد مع اليوم العالمي للغة العربية. لهذا يجب أن تكرس جميع الجهود من أجل لغة الضاد والبحث عن أفضل السبل التي تؤدي لاستخدامها الاستخدام الأمثل في العالم، وأن نبذل جهدنا وكل طاقاتنا للحفاظ على هويتنا الثقافية والعربية وانتمائنا للغتنا والوصول بها إلى أن تكون اللغة الأولى في العالم. اليوم مشاهدينا ستشاركنا في هذه المحطة ولمواكبة الحدث المؤلفة شيماء العنقري. حياك الله معنا أستاذة شيماء. أستاذة شيماء، بداية نعرف المشاهدين طبعا عن شيماء العنقري. من هي شيماء العنقري؟ معك شيماء العنقري، أدرس القانون في جامعة الملك سعود على وشك التخرج إن شاء الله، أيضا عضو في مجلة ثمة ضوء الإلكترونية. ما شاء الله تبارك الرحمن. طب لنتحدث بداية عن بداياتك تحديدا في التأليف. أنا بديت تقريبا من سنة ألفت كتاب رمادية المشاعر. كان الكتاب عبارة عن نصوص نثرية يتخللها بعض القصص القصيرة. يعني اللغة العربية لها إسهامات مشهودة في العلوم والمعرفة أيضا والأداب والفنون، كيف ترين حركة التأليف في السعودية وتحديدا أنه حضرتك مؤلفة؟ حركة التأليف بشكل عام هي تعتبر مقبولة نسبيا يعني، لكنها لا ترضي الأشخاص المهتمين بالتأليف. أيضا في المقابل لو لاحظنا حركة الترجمة اللي هي ترجمة اللغات الأخرى للغة العربية، هذه بدأت يعني بدأت تنافس حركة التأليف، بالتالي هذا يدل إنه لغتنا العربية يعني تحتوي على مفردات كبيرة ممكنها تحتوي جميع المعارف والعلوم باللغات الأخرى. طيب برأيك ما هي دور المؤسسات التربوية والمجتمعية وأيضا الإعلامية لفعلا تعزيز اللغة العربية تحديدا اللي هي لغة الضاد؟ بالنسبة للمؤسسات التربوية أعتقد أن لها دور جدا كبير. يعني على المستوى الشخصي أنا يعني شاركت في مسابقة أقيمت في كلية الآداب في جامعة الملك سعود تحت إشراف الدكتورة أمل تميمي، حصلت فيها على المركز الثالث. يعني أيضا في نادي المسرح في كلية أو عفوا نادي المسرح بالنسبة لجامعة سعود بشكل عام، أيضا يعني جميع الفنون يعني مو بس الكتابة، هذول المؤسسات التربوية يعني كان لها جدا دور مهم كيف انها احتضنت لغة الضاد واهتمت فيها. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حضرتك مؤلفة، يعني ما رأيك مثلا في الظاهرة اللي انتشرت أخيرا، اللي هي مو أخيرا نبغى نقول من سنوات ماضية مضت فعلا، إنه استخدام شبابنا وبناتنا مثلا لغة الفرانكو عرب اللي هو مثلا الإنجليزي المعرب أو أطلقوا عليه الشباب العربيجي، ما رأيك بهذا؟ هل مثلا لا تعتبر مثل هذه الظاهرة ممكن أن تدمر اللغة العربية؟ بالتأكيد ممكنها تدمر اللغة العربية، ممكنها تطمس هوية الشخص العربي. يعني احنا كعرب مفروض ان احنا نفتخر بلغتنا ونعتز فيها. ايضا لو تلاحظين يعني بعض البرامج لما تحملينها تكون ما تدعم اللغة العربية، احنا بانفسنا اللي وضعنا اللغة العربية في اللغات المتأخرة. يعني دائما ترين ان اللغات الأساسية الموجودة في كل برنامج الإنجليزية الفرنسية ممكن اليابانية، بس اللغة العربية دائما تكون في الأخير. فحنا بنفسنا ما عززنا هذه اللغة وما أعطيناها هويتها الحقيقية. طيب أطرح عليك سؤال تحديدا من خلال أنك مؤلفة. قال الشاعر أحمد شوقي: إن الذي ملأ اللغات محاسن جعل الجمال وسره في الضاد. ما تعليقك على هذا البيت؟ طبعا الحديث عن اللغة العربية حديث ذو شجون، يعني حديث لا نهاية له إن أردنا التحدث عنه. أيضا اللغة العربية تتميز بحور، يعني مهما كنت تعتقدين أن أنت أدركتي اللغة العربية أو أخذتي جزء من العلوم تكتشفين أن أنت ما أخذتي من هذا العلم إلا قطرة من بحر. فيطول الحديث عن اللغة العربية وعن جمالها. صحيح. حدثينا عن النص اللي حضرتك كتبتيه. هو نص كتبته عن اللغة العربية، وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية حبيت أن أذكره. أقف وحيدة خلف جدران النكران، هناك في أقصى دهاليز الأوطان ملامح ضائعة بين العصور، مرمية بالتخلف ورجعية الظهور. من ينصرني إن خذلني أبنائي؟ من يأخذ بيدي ويذكر إنجازاتي؟ أنا لغة شيدت أساطير عظيمة، أنا أم الحضارات الأموية فالعباسية، أنا من أعلى شأن الأندلس العربية، أنا من فتح بلاد الشام وهزم القسطنطينية،
أنا من شرفني الله بنزول القرآن بلغتي، والآن أمسك بيديني عمائم عروبتي الأولى، وأمسك بيساري قواميس اللغة الفصحى، وأفتش عن قوم يرتدون بطولاتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. عليك العافية. ما هي الرسالة ممكن نقدمها من خلال برنامج حياتنا، وتحديدا أنه كل عام في تحديدا في شهر ديسمبر بيحتفل العالم العربي باليوم العالمي للغة العربية، عشان فعلا نوضح للناس بشكل عام تحديدا العرب بأهمية لغتنا، هويتنا، ثقافتنا العربية، إيش رسالة بتوجهيها؟ رسالتي حنا كعرب أيضا بالنسبة للديانة الغالبة في الوطن العربي هي ديانة الإسلام، ممكن تقرب الشخص من اللغة الحقيقية، يعتز بعروبته، يتقرب من اللغة العربية عن طريق قراءة القرآن، عن طريق التدبر فيه في معانيه. يعني زي ما تعرفين أنه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن فصاحته ودقة معانيه وبلاغته، فممكن من خلال تعلم القرآن، تدارسه، البحث في الوصف والمعاني اللي فيه، ممكن هاي تقربنا من اللغة العربية. كيف برأيك نعزز هذا الشيء لدى أطفالنا؟ يعني احنا بنشوف يعني كثير من الأطفال الصغار مثلا أكثر ما بيركزوا الأسر على تعليم اللغة الإنجليزية. صحيح. يعني حتى تلاقي مثلا طفل صغير يقول لك مثلا thank you I want مثلا water، وبيكون أهله مرة فرحانين عليه إنه جالس يتكلم بالإنجليش أو بيطلب الموية باللغة الإنجليزية. كيف نستطيع مثلا أن نوعي الأسر قبل الأطفال مثلا بأهمية اللغة العربية برأيك؟ إدراك اللغة العربية وأصالتها، إدراك أن هي تعتبر لغات يعني من أهم اللغات. يعني أنا أتكلم ليس لأني عربية، لكن أنا أعتقد أنها على عرش اللغات. يعني اللغة العربية مهما قصر في حقها بشأن الإعلام أو في أي أماكن أخرى، تظل لها مؤلفات، لها مجلدات، تتكلم فقط ممكن على مفرد واحد، تلقي مجلد كامل عن مفرد واحد عربي. فمجرد ما يدركون الأهل قبل طبعا المؤسسات التربوية، مجرد ما يدركون أهمية اللغة العربية، مكانتها الحقيقية، وقتها إن شاء الله راح. هل باعتقادك مثلا إقامة مثل معارض مثل معرض جدة الدولي للكتاب مثلا، مشاركة العديد من المؤلفين والمؤلفات كل عام، يعني هذه في النسخات الثانية في جدة، هل مثل إقامة مثل هذه المعارض ممكن أن توعي مثلا وتدرك الناس مثلا بأهمية اللغة العربية؟ صحيح. يعني أنا لاحظت يعني على السنة اللي راحت وهذه السنة حركة التأليف تزداد يعني عام بعد عام، وهذا يدل أن الشباب بدأ يوعى، بدأ يدرك أهمية اللغة العربية، أصبح عندهم وعي، بدأ يدرك أهمية اللغة العربية، فهذا بالعكس شيء جدا مشرف. يعني يعطي آمال أنه إن شاء الله الشباب العربي أدرك اللغة العربية وأهميتها. ما شاء الله. مثلك مثل حضرتك شيماء العنقريني، حدثينا عن آخر إصدار لك. أنا ما عندي الأصدار واحد بعنوان رمادية المشاعر، هو أول وآخر إصدار. أيوة تبين. أيوة. أنا على وجه التخرج إن شاء الله، فممكن إن شاء الله بعد التخرج إن شاء الله بإذن الله أكمل سلسلة إصدارات. حدثينا عن هذا الإصدار. الإصدار هو عبارة عن نصوص نثرية كتبت في مرحلة يعني من الاسم، هي رمادية المشاعر كانت في منتصف كل شيء، فهذا الإصدار يحتوي على نصوص نثرية تقريبا قرابة 24 نص، يتخللها قصص قصيرة. إحدى هذه القصص هي اللي سميت الكتاب اسمها اللي هي رمادية المشاعر. بحدود 62 صفحة تقريبا، يعني مش كتير. طيب خطتك المستقبلية، طموحاتك؟ والله حاليا أنا يعني ممكن. إلى ماذا تطمحين؟ إي طبعا أكيد أطمح إنه أكون لي إن شاء الله بإذن الله دار نشر خاصة بي. أيضا ممكن أنتبه لشغلات معينة، مشاكل ممكن أنا تعرضت لها ككاتبة أو مؤلفة، ممكن أعمل على إصلاحها. مثل ما في جهات يعني معينة تهتم الكاتب المبتدئ، كيف تقويمه، كيف تعليمه، هذا ممكن إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله. أتمنى لك كل التوفيق شيماء العنقري، وإن شاء الله تأسسي دور نشر وتشتركي في معرض جدة للدولي للكتاب، وأتمنى لك كل التوفيق. يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا جزيلا لك.